سبحانه عذر الاستفزاز قائم ولا ما هوش قائم؟ قائم، لأنه لم يكن متأكدا فلحظة التأكد في حد نفسه مفاجأة بالنسبة له واستفزاز بالنسبة له. يبقى أنا في الشرط الثاني لسه، بعد ما قلت الشرط الثاني قلت إني لازم أشوف فكرة المفاجأة وفكرة سبق الإيه وسبق الإصرار. طب أنا عايز أشوف فكرة المفاجأة والتلبس. فكرة المفاجأة وإيه؟ والتلبس. أصل خلي بالكم إحنا بنقول فاجأ زوجته متلبسة بالزنا. طب معنى التلبس هنا إيه؟ أصل إحنا نعلم في قانون الإجراءات الجنائية إن التلبس، وده هتدرسوه في السنة الرابعة في الترم الثاني، في قانون الإجراءات الجنائية يقول لك إيه؟ التلبس هو مشاهدة الجريمة حال ارتكابها وهي إيه؟ بترتكب. هل لازم علشان يستفيد من عذر الاستفزاز اطبق معنى التلبس اللي هو موجود في قانون الاجراءات الجنائيه، يعني يراها وهي تمارس فعل الزنا في نفس اللحظه ولا لا؟ هنا خرجنا عن معنى التلبس بتاع قانون الاجراءات الجنائيه، وقال لك التلبس هنا مقصود به ان يشاهد الزوج زوجته في ظروف لا تدع مجالا للشك في انها تمارس الزنا او تخون زوجها. مش لازم يشوف ده حالة ارتكاب الايه الجريمة، المهم يلحظ او يشوف وضع معين او ظرف معين في ظروف لا تدع مجالا للشك في ذلك، لان برضه عنصر الاستفزاز ايه قائم. وده كان حكم شهير جدا لمحكمة الله، زوج فاجئ زوجته ما كانتش ساعتها ما كانتش بتمارس فعل الزنا، كانت لابسه ملابس البيت وتحديدا قميص نوم، وكان معاها واحد مستخبي تحت السرير. في هذه الحالة الظروف قائمة ولا ما هيش قائمة؟ الظروف ايه؟ قائمة. فكرة الاستفزاز في حد ذاتها قائمة ولا ما هيش قائمة؟ هل كده انا طبقت معنى التلبس الوارد في قانون الاجراءات الجنائية؟ ما طبقتوش. المحكمة قالت له انت تستفيد من عذر الاستفزاز لانك فاجأت الزوجة متلبسة. واحد يقول لا بس التلبس مشاهدة الجريمة حالة ايه؟ ارتكابها وهي لم تكن مرتكبة الفعل. نقول له لا، احنا هنا ما بناخدش التلبس بمعنى قانون الاجراءات الجنائية، احنا بناخد التلبس هنا بمعنى اخر تماما. ايه هو هذا المعنى الاخر؟ اي ظروف لا تدع مجالا للشك في ارتكاب الايه الجريمه، لان اي ظروف من هذه الظروف في حد ذاتها مفاجاه، في حد ذاتها عذر عنصر استفزاز. اخر جزئيه بقى القتل في الحال. هل لازم الزوج علشان يستفيد من عذر الاستفزاز لازم يقتلها في الحال في نفس اللحظه التي فاجاها فيها، ولا ممكن برهه زمنيه تمر؟ مش لازم في الحال يا جماعة، بس لازم يكون عنصر الاستفزاز مازال ايه قائما، لانه ممكن يفاجئها متلبسة وهو معهوش اداة للقتل ولا حاجة، فدخل المطبخ يجيب سكينة او دخل اي مكان او لم جبنا التنين او اي حاجة، بس المهم الفكرة فكرة زمنية ان يكون عنصر الاستفزاز مازال ايه قائما، لكن مش يعدي ساعتين ثلاثة ولا يعدي يجي اليوم الثاني ويقتلها ويقول اصلا فاجئتها متلبسة بالزنا. لا، ما يستفيدش من هذا الايه الامر. هل لازم القتل في الحال بمعنى نفس اللحظة؟ لا، لكن طالما عنصر الاستفزاز مازال قائما يستطيع ان يستفيد من هذا العنصر. اذا توفرت العناصر اللي انا قلتها يستفيد الزوج من عذر يسمى عذر الاستفزاز، والعذر ده يخلي الجريمة هنا جناية ولا جنحة؟ جنحة، العقوبة عليها الحبس. ده الموضوع الأول. في أي مشكلة؟ بشكل سريع أقول لكم تاني، موضوع مهم جدا وموضوع الامتحان، الظروف القانونية المخففة في القتل هو أكثر من ظرف ولا ظرف واحد؟ ظرف واحد اللي هو عذر الاستفزاز. فكرة الظرف ده ايه؟ الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها هي وشريكها، لا يوقع عليه عقوبة القتل الأصلية، ما يبقاش جناية، وإنما توقع عليه عقوبة اسمها الحبس. عقوبة اسمها ايه؟ حبس على فكرة يا جماعة من 24 ساعة لثلاث سنين. من 24 ساعة لثلاث سنين، دي عقوبة الايه؟ الحبس. طيب، عقوبة الحبس بهذه الحالة شرط توقعها في الامر ده ان يكون في عذر يسمى عذر الايه؟ الاستفزاز. فشروط الاستفاده طبعا احنا قلنا طبيعه هذا العذر يخلي الجريمه جنايه ولا جنحه؟ جنحه.
في اثار مترتبه على كده ولا ما فيش؟ فيه. طالما جنحه هل يعاقب على الشروع فيها؟ لا، تكون من اختصاص محكمه الجنايات ولا من المحكمه الجزئيه؟ من اختصاص المحكمه الجزئيه. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ما هي شروط الاستفاده من عذر الاستبداد؟ شرطين رئيسيين. الشرط الاول، وده شرط مهم، صفه الجاني، والشرط الثاني المفاجاه والاستبداد. الشرط الاول اللي هو صفه الايه؟ الجاني. صفه الجاني ببساطه شديده لابد ان يكون زوجا، وقانون الاحوال الشخصيه هو الذي يحدد معنى كلمه الايه؟ الزوج. فلا بد ان يكون زوجا. ولما اقول لابد ان يكون زوجا، هل يستفيد من هذا العذر؟ طبعا العذر ده ذو طبيعه عينيه ولا شخصيه؟ ما شخصيه. هل يستفيد من هذا العذر الزوجه؟ هل يستفيد منها اهل الزوجه واهل الزوجه؟ لا يستفيدوا من ذلك. ده الفكره. نعم، هو اللي بيحدد هو زوج ولا ما هوش ايه زوج. بعلاقه الزوجيه من الذي يحكمها؟ قانون الاحوال الايه؟ الشخصيه. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده، لابد من عنصر المفاجاه او الايه؟ او الاستبداد. والمفاجاه هل مقصود بها مفاجاه الزوجه فقط ولا مفاجاه الزوج ذات نفسه؟ مفاجاه الزوج، لان اذا فوجئ الزوج هو مستفز، وبالتالي هو ارتكب الجريمه تحت وطاه هذه المفاجاه او تحت وطاه هذا الايه؟ الاستبداد. ساعتها نقدر نقول انه يستفيد من العذر المخفف. لكن اخذنا كذا جزئيه تحت بعض كده، وتحت الشرط الثاني اخذنا عنصر المفاجاه وسبق الاصرار. هل سبق الاصرار ينفي عنصر المفاجاه؟ نعم. واذا وجد سبق اصرار على الجريمه يبقى انت فوجئت في ايه؟ ده انت مصمم على هذه الجريمه من قبل كده. زي مين؟ زي الشخص الذي يتاكد من الخيانة الزوجية، فيترصد لزوجته ويشوفها الوقت اللي هتباشر فيه هذه الجريمة امتى، فيفاجئها ويقتلها. في هذه الحالة هل هو مفاجئ بحد ذاته؟ لا، وإنما لا يستفيد من هذا العنصر لأن لديه سبق الإصرار. لكن العكس بقى، لو كان ما هواش متأكد، مجرد شاكك، فراقبها، ولما راقبها فاجأها متلبسة بالزنا فقتلها أو قتل شريكها أو قتلهما معا، في هذه الحالة نقدر نقول إنه يستفيد من عنصر الاستبداد، لأنه ما كانش متأكد، فلحظة التأكد بالنسبة له هي لحظة مفاجأة ولحظة ولحظة استبداد. اتكلمت بعد كده عن عنصر المفاجأة والتلبس. هل المقصود بالتلبس، المشرع بيقول إذا فاجأها متلبسة بالزنا، هل المقصود بالتلبس بالزنا في هذه الحالة التلبس بمعنى الوارد في قانون الإجراءات الجنائية وهو مشاهدة الجريمة حال ارتكابها؟ لا، وإنما أخذنا بمعنى المخفف إن هو مشاهدة الجريمة أو مشاهدة الجريمة أو مشاهدة ظروف معينة بتكون الظروف دي قاطعة في الدلالة على ارتكاب الجريمة. وشفنا حكم محكمة المقضي الشهير في هذه المسألة. النقطة الأخيرة، القتل في الحال، هل لابد أن يحدث القتل في الحال للاستفادة من عذر الاستبداد ولا لا؟ نقول مش بالضرورة يحدث القتل في الحال، بس المهم مش في نفس اللحظة، لكن المهم يكون عنصر الاستبداد ما زال ما زال قائما. واضح الكلام ولا مش واضح؟ طبعا اذا حدث ذلك وتوافرت الشروط، يبقى الجريمه دي ما هياش جنايه وانما هي جنحه، وطالما هي جنحه يبقى العقوبه عليها الايه؟ الحبس في هذه الحاله. ده الظروف المخففه او بين قوسين عنصر الاستبداد بالنسبه للزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسه بالسلاح. نيجي ناخد بقى موضوع كبير شويه ودقيق لكنه شيق. الموضوع ده هو القتل بالسم، بيسموها جريمة القتل بالسم أو بيسموها التسميم. وده قتل عادي ولا قتل موصوف؟ موصوف. يشدد العقوبة. ما هو واحد يقول إيه؟ إشمعنى القتل بالسم؟ القتل بالسم زي القتل بالمسدس زي القتل بآلة حادة؟ لا، الشرع جعل القتل بالسم وقال لك لا ده قتل موصوف. يعني ايه قتل موصوف؟ يعني العقوبة عليه هتبقى الايه؟ الاعدام. المشرع المصري مشى ورا المشرع الفرنسي في هذه المسألة. المشرع الفرنسي جعل القتل بالسم جريمة شكلية، جعلها جريمة مستقلة عن القتل أصلا. يعني مش لازم عناصر القتل فيها، لا، ده جعلها جريمة مستقلة عن الايه؟ عن القتل، تسمى جريمة التسميم.
المشرع المصري رغم انه اخذ بالجريمه بس ما جعلهاش الجريمه مستقله عن القتل، هي جريمه قتل لكن باختلاف الوسيله التي جعلتها قتلا موصوفا. قتلا ايه؟ موصوفا. وطالما قتل موصوفا تبقى العقوبه عليه الايه؟ الاعدام وليس السجن المؤبد. الحكمه من تحديد العقوبه في القتل بالسم، ليه خلينا القتل بالسم بالذات؟ ليه مش القتل بالرصاص يبقى عقوبته الاعدام؟ اشمعنى القتل بالسم يبقى عقوبته الاعدام؟ ليه؟ اولا القتل بالسم فيه عنصر الغدر والخيانه، لان القتل بالسم غالبا واحد بيامن لك في اكل او بيامن لك في شرب او بيامن لك في انك بتدي له حقنه او اي حاجه، فانت بتدي له مع هذه الاشياء الايه؟ السم. ففيها عنصر الغدر والايه؟ والخيانه. فيها عنصر المفاجاه للمجني عليه والمبخته. فيها عنصر السهوله والليونه في ارتكاب الجريمه. فيها عنصر التصميم على ارتكاب الجريمه. لان غالبا اللي بيقتل بالسم ده بيصمم على ارتكاب، يحط السم بالاكل ويقدمه للشخص، والكلام ده كله بيبقى عنده قصد التصميم على ارتكاب هذه الجريمه.